رياضة الآباء والأجداد، رياضة اللجنة العربية الأصيلة. شوط الثالث والعشرون ينطلق شوط الختام في هذه الفترة الصباحية ضمن منافسة سن الحقايق. مقدمة الشوط المركز الأول وتابع الحضور والانطلاق من مياسة علي بن سعد النابت المري يقود المسيرة مقدما لنا حضور مياسة، بينما المركز الثاني أتابع الحضور القادمة ود بدر بن ناصر بن سالم الناطور الشمري مقدما لنا ود الحاضرين أبناء حايل قادمين على المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الأيمن الحضور أتابع معاهدة خلف بن ساري بن بلوش المزروعي مقدما لنا حضور معاهدة على المركز الثالث، اتسللت الى المركز الثاني. المركز الرابع اتابع الحضور من ذبيلة 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 علي بن محمد الزعبي يقدم لنا حضور هذا الشعار. المركز الخامس اختم بهذا النداء الحضور في هذه اللحظات اللي على المركز الخامس اتابع اسماء قادمة بكل قوة حاضرة هنالك. طرايف عوض بن ناصر المالكي حاضر مع طرايف، هكذا ايه هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة الباحثة عن الانتصار الباحثة عن الناموس الغالي الناموس المشرف. واي ناموس؟ ناموس يحمل اسم مهرجان امير البلاد المفدى. الله الله، بالفعل ناموس يتمناه الجميع. العودة الى مجريات الشوط واجواء اتابع معاهدة خلف بن ساري بن بلوش المزروعي ينطلق المركز الاول هنا في الصدارة الاولى. المركز الثاني بدأت الحقائق بالاقتراب، بدأت تنكشف حقائق واسرار هذا الشوط، بدأت الذلل بالاقتراب. مين اللي حضرت؟ مين اللي طلت علينا من الجانب الايمن في هذه اللحظات؟ انطلقت سمحة حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري ابناء دولة الامارات العربية المتحدة ينطلقون مع بن حمود والحاضر ايضا من الجانب الايمن. يا سلام، حاضرة هنالك طرايف عوض بن ناصر المالكي وراء يبدو الشعار بن رشيد من واقع هذا الشعار من الجانب الايمن، ولكن بوابة الكيل الاخير الكيل خطير انطلقت على الصدارة مزون او هذا شعار الكواري ناصر بن عبد الله بن عيسى الكواري يقدم لنا مزون ينطلق بهذا الاداء المميز يقدم العروض المجنونة في هذه الاثناء على البداية الاولى. مزون بدأت تبهر العيون ما شاء الله تبارك الرحمن. أوب 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 أوب. الله يا ما شاء الله عليها، بسم الله عليك. انطلقت مزون ناصر بن عبد الله بن عيسى الكواري الكواري الكواري، ايوا دون اسطوري ما شاء الله عليها. مزون 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 انطلقت على المركز الاول بهذا الاداء الاسطوري. شوط الختام الحاضر على المركز الثاني. صدى 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 علي بن سعيد الزرعي يقدم لنا صدى، والحاضر ايضا حدث سالم بن عمرو بن راشد المدهوشي، ولكن يبدو للكواري قفل على الشوط هنا مع المية متر اخيرة. 100 متر نهاية تفصلنا عن خط النهاية عن الناموس الغالي. مزون 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 ناصر بن عبد الله بن عيسى الكواري السلام. المركز الثاني شعار حدث سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث شعار مرموق عبد الله بن راشد الاغبولي. المركز الرابع شعار صدى علي بن سعيد الزرعي. المركز الخامس هبايب راشد بن طالب بن شريم المري. تهانينا والف مبروك
لمالك مزون من عدة العروض المميزة بأداء الأسطوري ناصر بن عبد الله الكواري، قاطع مسافة 4 كيلومترات 6:32 جزءا من الثاني. ثاني مبروك المركز الثاني. حلت هنالك حدث سالم بن عامر المدوسي 6:93 جزءا من الثانية. المركز الثالث شعار مرموق عبد الله بن راشد الغفلي 6:04:22 جزءا من الثانية. تهانينا والف مبروك، هذه النتيجة للثلاث المراكز الأولى بتوقيتها. تهانينا والف مبروك. نعود بالثانية لأصحاب الأشواط الرئيسية والتوقيت الأفضل. صاحبة المركز الأول بالشوط الرئيسي منتزعة صبر لعلي بن سعيد بن سالم الزرعي وتوقيته الأفضل 5:52 و92 جزءا من الثانية. تهانينا لملك صبر علي بن سعيد بن سالم الزرعي. بينما أملول لمحمد بن ناصر الشاواني منتزع الشوط الأول الرئيسي الخاص بالقعدان الحقايق. هذه النشر الختامي لهذه الفترة الصباحية لأصحاب الأشواط الرئيسية والتوقيت الأفضل. تاني نوال في مبروك لجميع الفائزين في هذا الصباح، انتظرونا بإذن الله تعالى في مساء هذا اليوم ومساء الرموز، فانتظرونا بإذن الله تعالى. فتقبلوا تحياتي فسلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. اللي تسوي